السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي المغاربة. هذا الفيديو هذا درته خصيصا نشوف الشارع كيفاش داير، الجمالية ديالو، واش كاين شي إمكانية أننا نشوف شوارع ديال مدينة تمارة في هذه الحلة هذه، واش نقدروا نشوفوا الشوارع ديال مدينة تمارة في هذه الحلة. أنا يا ريت شارع الحسن الثاني نشوفوا في هذه الجمالية، اولا الاشغال ديال الشطر التالي ديال شارع طريق بنو زياد نشوفوها في هذه الحله هذه. خليكم معنا في هذه الجوله بالعاصمه الرباط. اجواء جميله هنا، صوره غنيه عن كل تعليق. تمنينا شارع الحسن الثاني مدينه تمارة يستمر بهذه الجماليه هذه، يمشي في هذا الشكل هذا. الناس اللي كيسولوا على المكان ديال الرحبة ديال الحبوب والقطاني، فالمكان ديالها بعد ما كتفوت اوتو هول وكتفوت المحل ديال السيارات الفاخرة مباشرة كنلقى واحد المدخل هنا في اليمن كيدخل مباشرة للرحبة ديال الحبوب والقطاني. الله يا رب. وهذا هو المدخل الرئيسي للرحبة. خليكم معايا الخوت، ربما تبغوا ديروا شي زيارة، وكنقول لكم ديروا شي زيارة عند السي حسن، تبارك الله ما شاء الله اللي تبغيوها تلقاوها عنده ان شاء الله، الله يسخر الامور. هذا هو المدخل ديالها اللي فتناه دابا، اللهم يسر. وهنا القامرة، سويسي اجدال وسط المدينة، حي يعقوب المنصور، طريق الساحلية، اختار تختار، اللهم يسر طريق السلامة للجميع. في انتظار نشوفوا القامرة شنو غيكون فيها، القامرة اللي معروفة بالعصارة ديال الليمون على الشكل ديالها اللي مصاوبة به، عصارة الليمون القامرة، صراحة منظر جميل فيها. غادي ناخذ لكم واحد الصوره ان شاء الله اللي غنديرها لكم في المينياتور، الله يسخر الامور. بقى لي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم اخوتي، ونضربوا لكم موعد ان شاء الله جديد مع فيديو جديد. تهلاو فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.